محافظ صلاح الدين يجدد العزم على تأمين مستحقات المتضررين من الإرهاب ويضع حجر الأساس لتطوير وادي شيشين. مؤتمر موسع لتسريع الخدمات في بيجي، والنزاهة تضبط مسؤولين بزراعة الدور. محللون ينصحون البيت السياسي الشيعي عدم تأزيم العلاقات مع واشنطن، وتمنح حكومة السودان خيارات تنظيم علاقات العراق الخارجية. والحكومة توافق على تثبيت المحاضرين والإداريين في الوزارات والمحافظات، وتطمينات رسمية بعودة التوازن لسعر صرف الدولار.